بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الكل بيجري على باب الفيلا، والكل بيصرخ حسن سايح في دمه، ونغم بتقرب منه وبتصرخ: حسن رد عليا يا حسن. نعمة بتزقها بعيد وتقول لها: غوري بقى واخفي من حياتنا، انت السبب في كل حاجة عفشة حصلت لينا. نغم مش بتدي اي اهتمام لكلام نعمة، وقربت من حسن غصب عنهم، وكتمت مكان النزيف بالطرحة، الطرحة البيضة وفستانها الأبيض اللي بقى كله دم. وبسرعة نغم طلبت الإسعاف، وقعدت على الأرض وحطت راس حسن على رجليها وبتبكي عليه. أما نعمة لسه بتصرخ وتشتم فيها. وجوه الفيلا إصلاح الشغالة وبنتها وكل الخدم بحاولوا يفوقوا الحاجة أم حسن، لأنها أغمى عليها أول ما سمعت الخبر. وبعد شوية حضرت الإسعاف وأخدت حسن ومعاه الممرضة الشاطرة، اللي أول ما الإسعاف شافها عارف إنها ممرضة وهي السبب في كتم النزيف. ولسه نعمة بتهرتل بالكلام إن نغم هي السبب في كل مصيبة بتحصل لحسن. وفي المستشفى دخل الدكتور حسن أوضة العمليات، والكل بره بيدعيله، والعيون خايفة إنها تسمع خبر ما تحبش تسمعه. وبعد أكتر من ساعتين بيخرج الدكتور وقول: الحمد لله تم استخراج الطلقة، كانت في الكتف وربنا نجاه بمعجزة من عنده، وبفضل الممرضة الشاطرة اللي وقفت النزيف بسرعة وتصرفت صح. وهنا نغم بتاخد نفسها وتسند ظهرها للحيطة وتقعد على الأرض مش راضية تقف. وبعد ثواني بيدخل البوليس اللي بيقبض على نغم بتهمة التحريض على الدكتور حسن. لكن والغريبة إن نغم مستسلمة جدا للواقع، وأهم حاجة عندها إنها اطمنت على حسن، تم القبض عليها من سكات، والضابط والعسكري حطوا الكلبشات في ايديها. ولسه بتخرج من باب المستشفى شافت نعمة وعصام داخلين المستشفى. نعمة بتبص لها نظرات كلها شماتة، لكن عصام بيوصل نعمة ويرجع لنغم وبقرب منها وقول: ما تخافيش يا ست نغم، ها انا معاكي وعمري ما سيبك ابدا. هاني عارف ان حسن ابن عمي ده حيوان وما بيقدرش قيمة النعمة اللي في يده، ما تخافيش، أنا بس هعمل الواجب واجيب لك أكبر محامي في الصعيد واجيلك بإذن الله. نغم ما بتردش على حد ومشيت مع الضابط. وتاني يوم في أوضة المستشفى حسن بيبدأ يفوق وفتح عيونه، ولسه بيتكلم كلام مش مفهوم، وكل اللي بقوله: إزاي يا نغم تخنيني؟ لكن نعمة واقفة جنبه ومش عاجبها الكلام. نعمة بتقرب منه وهو مغمض عيونه وتقول: خلاص بقى يا خوي، كفاياك نغم وزفت الطين، هو انت لساك بتفكر فيها بعد كل اللي عملته فيك؟ حمد الله على سلامتك يا خوي، انت هني في المستشفى فوق، والست نغم المطلقة هي اللي انت احترمتها وقويتها في بيتك أجرت واحد من معارفها عشان بعد الشر عليك تورثك. أمال كانت عايزة تتجوزك وتبقى ست من ضمن الهوانم، لكن لا، ده نجوم السما أقرب ليها. أما عصام هو كمان حب يلعب على الحبلين وقرب من حسن وقال له: بصراحة بقى يا حسن يا ابن عمي، نغم دي طلعت ستي مش تمام، دي كانت بتحاول معايا استغفر الله العظيم يعني، وبعد ما انت سافرت كانت بتتصل بيا كل دقيقة وتجيب لي هدايا. أي والله يا ابن عمي، انت عارف اني راجل الكذب عمره ما جه على لساني. والكل واقف وعمالين يصبوا في ودان حسن السم بتاعهم. وبتعدي الليلة صعبة قوي على حسن وهو نايم على سرير المستشفى، وعلى البلد كلها وهم بيدعوا الحسن إن ربنا يشفيه، ومحدش فاهم إيه اللي حصل. أما نغم كان عندها في الاسم عصام بيه اللي جايب لها محامي مشهور قوي،
وجايب ليها هدوم نظيفة وأكل، وقال لها: بقول لك ايه يا ست نغم، ما تشيليش هم حاجة، واصل هاني جنبك وعمري ما هسيبك مهما حصل. وعلى فكرة ابنك كمان أنا خدته من الفيلا ووديته الفيلا بتاعتي، ما تخافيش، ده أنا جبت له مربية خاصة بيه. بقول لك إيه يا نغم، أنت أغلى واحدة في حياتي ولا يمكن أسيبك مهما حصل. نغم مش عايزة تتكلم، وكل تفكيرها إنها عايزة تطمن على حسن، لكن مش عايزة تسأل عصام. بتحط راسها في الأرض ومش فايقة لأي رومانسية بايخة تطلع من عصام. وفي فيلا الأيوبي إصلاح بتكلم نفسها وبتقول: أيوة هاني، سمعتهم بودني وهم بيتفقوا عليها، لكن يا ربي مش في يدي حاجة أعملها، يا ربي سامحني يا رب. ومالك يما، في إيه؟ أنت بتكلمي نفسك وليه؟ سمعتي مين وهم بيتفقوا على مين؟ اتكلمي يما اتكلمي. وفي أوضة المستشفى بيدخل هادي على الدكتور حسن وبقول له: الحمد لله على السلامة يا بطل، أظن النهاردة أحسن كتير عن امبارح. يلا بقى يا بطل، خلينا نرجع الفيلا وربنا يهدي الأمور ونكمل فرحتنا بيك أنت وعروستك. على فكرة نغم مظلومة في السجن، ونعمة اتهمتها إنها السبب في اللي حصل لك. هادي لو سمحت بلاش كلام في الموضوع ده، مدام نغم لازم تخرج من السجن وتروح لحال سبيلها، خلاص مفيش نصيب إننا نتجوز. إيه الكلام ده يا حسن؟ أنت بتحب نغم والست محترمة جدا، ولا يمكن حد يقدر يتكلم في سيرتها، ولا يمكن كمان تعمل أي حاجة غلط، فهمنا بس إيه اللي جالك على التليفون وخلاك تعمل كده؟ لو سمحت يا هادي أنا مش عايز أسمع الكلام ده تاني، أنا هتصرف وأكلم المباحث وأخليهم يخرجوها. نغم لازم ترجع بيتها في القاهرة معززة مكرمة. وفي اسم الشرطة مدام نغم، الضابط بيقول لها إن الدكتور حسن الأيوبي أنكر إن ليها أي يد بمحاولة التخلص منه، وطلب منهم إنهم يعاملوها أحسن معاملة وترجع بيتها. نغم بحزن عايزة ترجع القاهرة، لأنها خلاص ما عادش ليها حد في الصعيد. نغم بتخرج من قسم الشرطة بعد انتهاء الإجراءات، وبتشوف عربية فخمة جدا مستنيها قدام القسم. مين حضرتك وعايز مني ايه؟ اهلا يا هانم، هاني السواق المخصوص بتاع عصام بيه الأيوبي، وجنابه بعتني ليكي عشان اوصلك الفيلا بتاعته، وجنابه بس بيعمل شغل وراجع طوالي. هو هادهم ابني عندكم في الفيلا صح؟ ايوه يا ست هانم، ادهم بيه بيلعب مع الخدامين في الفيلا من امبارح، ومبسوط على الاخر، والكل في انتظار جنابك يا هانم. وفي المستشفى حسن بيتصل بغفير اسمه مبروك وبقول له: ايوه يا غفير مبروك، بقول لك ايه، انا عايز اعرف الست نغم لما هتخرج من القسم هتروح فين، وعايزك تفضل وراها، اوعى حد يتعرض ليها، واتطمني هترجع القاهرة ازاي. الغفير مبروك سمع تعليمات حسن، لكن من الواضح انه واخد تعليمات من مكان تاني. وبعد شوية نغم بتوصل فيلا الايوبي عصام الايوبي، والكل بقى بيلها بالترحاب. وهنا الغفير مبروك بيشوفها، بيتصل على حسن لكن مش بيقوله اللي حصل بالظبط، هو بيزود شوية بهارات من عنده، ودي برضو تعليمات ما نعرفش واخدها منين. قالوا: هايو يا سي حسن بيه، بقول لك ايه، الست نغم هانم دخلت فيلا عصام بيه الايوبي، والكل بزغرت وبقولوا انها هتتجوز عصام بيه. حسن التليفون وقع من ايده وقرر انه ينسى نغم وايام نغم، ورجع حسن بيته ودخل اوضته وقفل على نفسه. وفي المطبخ نعمة بتجهز له القهوة بتاعته، وبتتصل بالغفير مبروك وتقول له: هيوة حزين ياللي اسمك مبروك، عملت زي ما قلت لك ولا تكونش طلعت حمار وعكيت الدنيا عاد. ايه؟ لا يا ست الستات، انا قلت للدكتور زي ما حضرتك حفظتيني بالحرف، ولما يسألني تاني
هيقول لي تعرف ايه عن الست نغم؟ هقول له الست نغم دي كل يوم مع راجل والبلد كلها بتتكلم عليها. صح يا ست الستات ولا كنتش نسيت حاجة؟ عاد شاطر يا حزين، طلعت بتفهم، وانا اللي كنت مفكراك حمار ما تفهمش حاجة واصل. وهنا إصلاح الشغالة بتسمع نعمة لتاني مرة وبتتأكد إن نعمة بتسلط الغفير مبروك إنه ينقل كلام غلط عن نغم لحسن. إصلاح بتقرب منها ونعمة عرفت إن إصلاح سمعتها. إصلاح بتاخد القهوة وتدخل لحسن اللي بتشوفه قاعد حزين وسرحان، وتعرف إنه سرحان في الست نغم. إصلاح بتقرب منه وتقول سيد دكتور حسن، هاني لحم كتافي من خيرك ومن خير أمك، ولا يمكن أشوفك كده وأسكت. هاني عايزة أقول لك إني أيوة هاني سمعتهم يا دكتور. في إيه يا خالة إصلاح؟ سمعت مين؟ اتكلمي من فضلك. إصلاح بتتلفت حواليها وتشوف إن كانت نعمة سمعاها ولا لأ، ولسه إصلاح هتفتح بقها وفجأة نعمة بتدخل عليها وتقول إصلاح انت يا وليه يا حزينة، سمعتي ايه وبتضيعي وقت حسن اخوي في ايه؟ والله يا ست الستات ها حقك عليا ما سمعتكيش ثواني وكنت تحت امرك. خير يا خالتي إصلاح، انت كنت عايزة تقولي حاجة؟ استني يا نعمة لو سمحتي. اتكلمي يا خالة إصلاح في ايه؟ هتكون سمعتيه يعني الحزينة دي، ويعني لو سمعت حاجة هي بتفهم يا خوي. سيبك منها واشرب قهوتك وشوف مصالحك. وبصت نعمة الإصلاح نظرة رعب كادت أن تطرحها أرضا. يا عيني على الفصحى، يلا نجري يا حزينة قدامي، المطبخ مليان مواعين، ولا تكونيش مستنية لما اغسلهم آني. إصلاح بتشيل ديل جلبيتها وهي لسه بترتعش ورجليها بتلف على بعض وبتحاول تتحرك بسرعة عشان تغيب عن نظر نعمة. ما تعرفش المسكينة إن نعمة عارفة كل حاجة ولسه حسابها عسير. وفي المطبخ إصلاح واقفة بتحاول تمسك أعصابها وتغسل المواعين، بتحس بإيد نعمة بترن على قفاها وتقول إصلاح انت عارفة ان لحم كتافك من خيري، وعارفة برضك ان اقدر اقطع عيشك من الفيلا واقدر اقطع خبرك من الدنيا كلاتها، وعارفة انك سمعتيني واني بتكلم عن المخفية المطلقة، ولكن ولا يهمني هاهي غارت والحمد لله. عقبال ما نخلص من اي حد لحم كتافه من خيرنا وعايز يغدر بينا. إصلاح بتبلع عرقها وحاسة إن نعمة بتهددها وناوية ليها على نية سودة. ومن هنا بتقرر إصلاح إنها تسكت خالص وتبطل تتدخل في أي حاجة ما تخصهاش. أما حسن كل يوم بيبص لأوضة نغم ويفتكرها وفاكر إن كل ده كان تمثيل. وتمر الأيام كتير قوي، وعصام في يوم بيصحى من النوم يدور على نغم اللي الشغالة بتقوله إنها بقالها أكتر من يومين خدت ابنها ومشيت. عصام هيتجنن، هو كان سايبها لوحدها في أوضتها وأمر الشغالين يكونوا تحت أمرها، لكن مش متخيل إنها سابت الفيلا ومشيت. وبتوصل نغم شقتها في القاهرة وترمي نفسها على السرير وتسمح لدموعها بالنزول. وسافر حسن، سافر على أمريكا علشان ينسى نغم واللي حصل مع نغم. ومرت أيام كتير قوي، تقدر تقول مرت 7 شهور، وخلاص نعمة قربت تولد. نعمة واقفة على السلم وبتقول يا هادي يا راجل تعالى سندني، ابنك عمال يخبط في ظهري هيموتني يا راجل. بقولك ايه نعمة، بطلي دلع ماسخ لأن الدلع ده مش لايق عليكي، وأنا متأكد إنك حافظة مش فاهمة. وإيه يا راجل الكلام ده يا حزين أنت؟ هواني مش ولية زي النسوان وحبلة كمان، وكل النسوان الحبلة ظهرها بيوجعها.
بقولك ايه يا نعمة، بطلي بقى دلع ماسخ، صدقيني مش لايق عليكي. واعملي حسابك اول ما تولدي هنرجع القاهرة، علشان الجو هنا بقى خانقة. انا عايزة اربي ابني في امان من غير اي قرف. بقولك ايه يا هادي، انا حاسة انك اتغيرتي جوي وما بقاش حاجة فيا عجباك، واظن برضو ان الدنيا كانت هنا حلوة وزي الفل ايام ما كانت هنا السنيورة المطلقة، ومن يوم ما غارت وانت اتغيرت وعايز ترجع القاهرة، صح يا هادي ولا ايه؟ بقولك ايه يا نعمة، بطلي كلام على الناس، والست نغم ست محترمة الله يمسيها بالخير، يا ترى راحت فين واخبارها ايه؟ من يوم ما مشيت واخبارها انقطعت خالص، الله اعلم بيها، وبتشتغل ولا ما بتشتغلش ولا عايشة ازاي. ويلا بينا نطير على القاهرة ونطمن بنفسنا على نغم. نغم رجعت علشان تشتغل تاني في مستشفى الدكتور نعمان صاحب حسن، لكنه كان متأثر قوي بكلام حسن وكرامتها نقحت عليها، سابت المستشفى وبدأت تدور على مكان تاني تشتغل فيه، وفي مستشفى خاصة بتشتغل فيها نغم، وحرفيا بتموت نفسها في الشغل علشان تنسى اللي حصل معاها. بتدخل عليها ممرضة صاحبتها وبتقول لها: نغم الحقي، سمعتي آخر الأخبار؟ ها خير يا رويتر، ما سمعتش حاجة، ايه اللي حصل؟ ورويتر دي تبقى مديحة، ممرضة أكبر من نغم بكام سنة، وتبيع أبوها علشان القرش، ونفسها تتجوز أي حد، ولكن لسه نصيبها مجاش. بيقولك يا حبيبتي، صاحب المستشفى ما كانش قادر يدفع المرتبات، وفجأة كده ظهر له رجل أعمال جامد قوي وعرض عليه يشتري المستشفى باللي فيها، يعني الراجل اشترى المستشفى بالأجهزة والعيانين والدكاترة والممرضات، بس مين هو رجل الأعمال ده؟ الله أعلم. وبقول كمان إنه بكرة هيعمل اجتماع عاجل جدا علشان يعرفنا على نفسه. ادعي لي بقى يا بنتي يا نغم يطلع شاب حلوة كده واقدر اوقعه واتجوزه. مديحة يا حبيبتي، اللي سماكي رويتر ده يستاهل جايزة نوبل، وبإذن الله يا ستي ربنا يوقع لك عريس وتتجوزيه، بس أهم حاجة إننا نلاقي شغل علشان نربي العيال يا قلبي. يا ترى المشتري الجديد للمستشفى هيكون ليه كلمة السر في الرواية؟ ويا ترى أصلا مين هو المشتري الجديد للمستشفى؟ استنوني بكرة في الحلقة الأخيرة.